وسهلا اتفضل تعال اشرب شاي تعال طب كلك لقمه الناس دي ازاي تجربه بالنسبه لنا كلها جديده يعني النهارده لو بنقول ان احنا في مسرح مصر عملنا عدد من المسرحيات فعارفين العدد ده وشفنا رد فعل الناس عليه تجربه جديده الموجهه للاطفال اكيد هي بالنسبه لنا كمان جديده نتمنى ان هي توصل لكم وتوصل للاطفال بشكل كويس ماليش خبره في العرايس يعني بس مين احسن حد بيعمل عرايس قال لك تشيك اوكي اتفقت مع حد صاحبنا عن شركه السياحه حجزني رحت فين يا جماعه بتوع العرايس ودوني لثلاثه دول اشهر ناس بيعملوا عرايس هناك وهي البلد نفسها كلها عرايس طب هنقدر نعمل عروسه بشكلي قال لك اه قلت له هتعملي 18 عروسه قال لك اه فنزل معايا وبنى معايا المسرح ها وابتدينا نشتغل على كده وابتدى يبعت لي ناس يدربوا الشباب منهم واحده اسمها بلانجا دي عندها حاجه و70 سنه ما شاء الله يعني بس مسكتهم واحد واحد ازاي يندمج هو مع العروسه وازاي يتحرك زي ما العروسه بتتحرك ازاي يدي منطقيه لحركه العروسه قد تبدو الحكايه سهله لا هي صعبه بعد ما رجع من الشيك ابتدى جمعنا احنا هنعمل دلوقتي مسرح باليتو وشخصيات مسرح مصر اللي موجوده هنعمل عرايس باشكالها وابتدى فعلا هو يتفق عليها ويجيبها ابتدينا من وقتها لحد يومنا هذا كل يوم في تدريب على الكنترول الجديد اللي هو بيستخدموه في الشيك اللي احنا دلوقتي اعتقد بنستخدمه في الكوره هنا في مصر دوت غير الكنترول اللي مستخدم في مصر من فتره الخمسينات